منتخب الفرات الأوسط ألف، أما منتخب المنطقة الوسطى سيف زويد، علي سلام، كاظم أحمد، رامي علي، جعفر ماجد، صهيب رفعت، عبد اللطيف هاشم، أيوب عادل، علي قنبر، سجاد رعد، محمد محمود، عمر حردان، علي صلاح، حيدر علي، ومهند شاكر. المنتخب بقيادة المدرب محمد كاظم وسيف سعد. طبعا منتخب الفرات الأوسط باللون الأزرق على يمين الشاشة، أما منتخب المنطقة الوسطى باللون النيلي الموشح بالوردي. والمحاولات لتسجيل أول هدف في المباراة، أيوب، اللاعب صهيب رفعت الكرة وأول هدف، نشاهد خطأ، خطأ طبعا المباراة أو طاقم تحكيم هذه المباراة حكام الساحة علي صالح وحيدر فلاح، أمام الحكم مسجل بسام عبد الحمزة والميقاتي سامر مهدي، ومشرفي المباراة الدكتور فاضل كردي والدكتور قحطان فاضل. لازلنا في بداية مباراة وأولى المحاولات التسجيل وافتتاح النتيجة. أيوب اللاعب فريق المنطقة الوسطى، ونشاهد قرار الحكم. إلى الآن دقائق أولى وتعادل سلبي، وأول المحاولات يعني شاهد في بداية المباراة أنه منتخب المنطقة الوسطى مسيطر، وهنا ركلة سبع أمتار، أول ركلة أو ضربة سبع أمتار، ومحاولة لفريق المنطقة الوسطى لافتتاح التسجيل في هذه المباراة. نلعب في دقائق أولى من المباراة أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان. والمحاولة علي قنبر، الله الله على الرمية والتصدي الرائع، ومن منتظر مرة أخرى المحاولة أو الهجوم لمصلحة فريق الفرات الأوسط. أكرم، نقلة إلى علي وسام، مرة أخرى المحاولة تزال لفريق الفرات الأوسط. بداية مباراة وتعادل، وبالتالي رمية ربما خطأ أو رمية سبع أمتار، شاهد قرار الحكم. نقلات، تدوير الكرة لتسجيل أولى أهداف المباراة، هناك ربما تاتش، ومحاولة لا تزال قائمة لمصلحة فريق الفرات الأوسط ألف. نقلات لإيجاد ثغرة، علي وسام، والتصدي أكثر من رائع من الحارس علي سلام. حسن كوكب، ورامي، مرة أخرى المحاولة، وأخيرا أتى هدف أول. مباراة تقام على قاعة نادي الكرخ، اليوم الختامي، ومحاولة، وشاهد قرار الحكم. كما ذكرنا طاقم تحكيم هذه المباراة علي صالح وحيدر فلاح. أول هدف، أول شاهد الآن نتيجة وتعادل إيجابي، هدف لكل فريق. المحاولة الآن لمصلحة فريق المنطقة الوسطى، يبحثون عن هدف ثاني. بداية مباراة
بداية مباراة وهدف أو شاهد قرار الحكم. أكرم مرة أخرى المحاولة لفريق المنطقة الوسطى. علي قنبر حاول التوغل واختراق دفاعات فريق الفرات الأوسط. طبعا هذه البطولة بطولة الجمهورية أقيمت بمشاركة 6 منتخبات يعني تمثل المناطق، يعني الفرق المشاركة منتخب بغداد ومنتخب الجنوب ومنتخب المنطقة الوسطى ومنتخب الفرات الأوسط ألف ومنتخب الفرات الأوسط باء ومنتخب المنطقة الشمالية. الآن المحاولة والهجوم لمصلحة فريق الفرات الأوسط. تدوير الكرة لجاد ثغرة وتسجيل هدف ثاني. تعادل لا يزال مستمر. أحبتي المشاهدين، نقلة أولى ومحاولة، الله الله على هذا الهدف، هدف ثاني لمصلحة فريق الفرات الأوسط. محاولة أكثر من رائعة أثمرت هذه المحاولة بهدف لمصلحة الفرات الأوسط وبالتحديد اللاعب علي وسام. الآن الكرة بحوزة لاعبي فريق المنطقة الوسطى. نقلات أيوب إلى رامي وأيوب، تمريرات من اليمين إلى اليسار والمحاولة علي قنبر إلى الساعد أو لاعب الزاوية اللي يحمل رقم 13 اللي هو صهيب رفعت، وبالتالي وبطاقة صفراء. مباراة داخلة في بودقة المتعة والإثارة، تقارب النتيجة والتعادل بالنتيجة، هدفين لكل فريق الفرات الأوسط والمنطقة الوسطى. والمحاولة الآن لفريق أو منتخب الفرات الأوسط. عباس اللاعب زاوية والاختراق من قبل علي وسام، والمحاولة لمصلحة فريق الفرات الأوسط باللون الأزرق يبحث عن التقدم بالنتيجة، والكرة إلى برا الملعب. أحمد كاظم حاول لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى والهدف، وتعادل لا يزال قائم. هجوم الآن لمنتخب المنطقة الوسطى. نقلات، تدوير الكرة من اليمين إلى اليسار، صهيب رفعت إلى رامي مرة أخرى. المحاولة جميلة، الله الله، والتصدي الأكثر من رائع من قبل الحارس علي سلام، وهنا هجوم مرتد والمحاولة لكن الحارس منتظر، الحارس اللي أنقذ المرمى منتظر قاسم. هنا المحاولة وخطأ، كان الإنقاذ من الحارس منتظر وهجوم سريع، الله شاهد قرار الحكم، يعني هناك اعتراض من لاعب منتخب المنطقة الوسطى اللاعب رامي علي، لكن يبقى القرار لصاحب القرار ولحكم المباراة. التعادل إيجابي بهدفين لكل الفريق. هجوم لمصلحة منتخب الفرات الأوسط ألف. منتظر حارس مرمى الكرخ وسيف حارس مرمى كربلاء، طبعا يعني حراس مرمى يخوضون غمار الدوري. وهنا المحاولة، الله مرة أخرى المحاولة، وتعادل لا يزال وقطع أكثر من رائع. مباراة سريعة، هجوم لمصلحة منتخب الفرات الأوسط، لكن يعني شاهد الآن يعني رجوع جميع لاعبي منتخب المنطقة الوسطى. يعني هي هناك يعني التكتيك 5-1 أو 6-0، هذا التكتيك الموجود في كرة اليد، يعني باختلاف
يعني معطيات المباراة ونتيجة المباراة وهنا المحاولة وتدوير الكرة. الله 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 الله، شاهد حركة لعب جميلة والهدف لم يحتسب، وهنا الهجوم السريع وبالتالي هدف ثالث لمنتخب المنطقة الوسطى. اللاعب رامي علي اللاعب المثابر المتحرك بتشكيلة فريق المنطقة الوسطى، ثلاث أهداف لفريق المنطقة الوسطى مقابل هدفين، ومباراة مثيرة وممتعة، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بطولة الجمهورية. تدوير الكرة والمحاولة لاختراق دفاعات فريق المنطقة الوسطى، مرة أخرى المحاولة وهدف، هدف لمنتخب الفرات الأوسط وبالتحديد عن طريق اللاعب أحمد كاظم سعد أيمن. الآن الكرة تذهب إلى صهيب، رامي نقلات، طبعا يعني كل مدرب يعني بالنسبة للمدرب محمد كاظم مدرب المنطقة الوسطى يحاول إعطاء التعليمات إلى اللاعبين وبالتالي تطبيقها بأرضية الملعب. أيضا بالنسبة للمدرب كوكب حسن يحاول يعني المدرب كوكب حسن يحاول تطبيق المثل القائل إن لم تستطع مسك القمر فعليك أن تقطف نجمة، وهنا الهجوم المرتد. الله، هجوم سريع أسرع من الأوضاء والصوت بالنسبة لمنتخب الفرات الأوسط وبالتحديد للاعب علي وسام. قطع الكرة وبالتالي الهجوم السريع الذي أتى بثمار الهدف الرابع، والآن انقلبت النتيجة بتفوق فريق أو منتخب الفرات الأوسط بأربع أهداف مقابل ثلاث أهداف. الآن المحاولة لمصلحة فريق المنطقة الوسطى، رامي أيوب تصل إلى علي قنبر يحاول رمية 9 متر، مرة أخرى المحاولة رامي حاول، الله الله على حارس مرمى منتخب الفرات الأوسط منتظر، أنقذ مرماه من هذه المحاولة ومن عدة محاولات إلى الآن، وتقدم فريق منتخب الفرات الأوسط ألف بأربع أهداف. طبعا منتخب الفرات الأوسط ألف يمثل محافظات كربلاء النجف الحلة، أما منتخب الفرات الأوسط باء يمثل محافظات الناصرية الديوانية السماوة، ومنتخب المنطقة الشمالية يمثل محافظات شمالنا العزيز أربيل إدهوك سليمانية، أيضا منتخب المنطقة الوسطى يمثل محافظات الديالة صلاح الدين كركوك الأنبار، وأيضا منتخب بغداد، ومنتخب الجنوب الذي يمثل محافظات العمارة البصرة الكوت. هذه بالنسبة للمنتخبات المشاركة بهذه البطولة، بطولة الجمهورية، واليوم الختامي وهدف، هدف لمصلحة منتخب الفرات الأوسط علي وسام. أيضا إذا كان هناك اللاعب رامي علي بتشكيلة فريق المنطقة الوسطى بالجهة المقابلة المقابلة اللاعب علي وسام من اللاعبين المميزين إلى الآن في المباراة، وخمسة لمنتخب الفرات الأوسط ألف، ثلاثة لمنتخب المنطقة الوسطى، وهنا التدوير ونقل الكرات لمنتخب الفرات الأوسط حيدر، وهجوم سريع ومرتد يحاول، الله حاول مع الكرة اللي هو حارس مرمى منتخب المنطقة الوسطى سيف، لكن هدف مليء بالحظ. وعلى ذكر الحظ هناك مثل يقول حفنة من الحظ أفضل من كيس مملوء بالحكمة، وهذا الهدف يعني 99 والله 100% من هذا الهدف أتى بالحظ، يعني حاول مع الكرة الحارس سيف، لكن يبقى الأهم أنه الفارق اتسع والنتيجة 6 أهداف مقابل 3 أهداف، وهنا بطاقة صفراء. نشاهد اللاعب الذي تحصل على البطاقة الصفراء لاعب فريق الفرات الأوسط ألف اللي هو أكرم محمد،
ايضا وقت مستقطع الان لتصحيح الاخطاء ومعالجه الامور ولتدعيم نقاط القوه بكل فريق. بالنسبه للمدرب محمد كاظم والمدرب كوكب حسن مدرب منتخب الفرات الاوسط الف، طبعا منتخب المنطقه الوسطى في هذه البطوله يعني خاض 4 مباريات، تلقى الخساره امام منتخب بغداد وفاز على منتخب الجنوب، وتلقى خساره امام منتخب المنطقه الشماليه وفاز على منتخب الفرات الاوسط باء. هذه نتائج منتخب المنطقه الوسطى في هذه البطوله. الان يخوض مباراه تحديد المركز الثالث والرابع، هذا بالنسبه لفريق المنطقه الوسطى متخلف بالنتيجه 3 أهداف مقابل 6 بانتظار ان تدور عجله المباراه وحكم المباراه يتكلم مع لاعب منتخب المنطقه الوسطى رامي علي. احبتي المشاهدين متابعي قناه الرياضيه في كل مكان، يعني قناه الرياضيه تحاول ايصال الحدث والالعاب بكافه بمختلفه، ان كانت العاب فرديه او جماعيه ونقلها للمشاهد. هنا المحاوله لمصلحه فريق المنطقه الوسطى للاعب المتحرك رامي علي. سلامات، نتمنى ابتعاد الاصابه عن اللاعب رامي وعن جميع اللاعبي الفريقين لكي نشاهد دقائق قادمه. بالنسبة لهذه المباراة سلامات يا رامي، يعني المدرب محمد كاظم يتكلم مع اللاعبين. حيدر علي لاعب اللي يحمل رقم 8 بتشكيلة منتخب المنطقة الوسطى، تدوير الكرة رامي من الجهة القريبة سجاد اللاعب الموزع، والمحاولة لا تزال لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى. رمية 9 أمتار، حيدر علي، أيوب مرة أخرى، صهيب إلى رامي، الله هدف يدرس بلعبة كرة اليد. تمرير الكرات، تدوير الكرة يمينا ويسارا، ثم أتى الاختراق من المنتصف عن طريق اللاعب رامي علي لتتقلص النتيجة 4 لمنتخب المنطقة الوسطى مقابل 6 لمنتخب الفرات الأوسط ألف. هنا نشاهد اللاعب علي وسام تدوير الكرة يمينا ويسارا مرة أخرى، المحاولة لمصلحة فريق المنتخب الفرات الأوسط. كان اللاعب أحمد هاشم اللاعب اللي يحمل رقم 21، وهنا المحاولة ورمية 7 أمتار. علي وسام بانتظار التنفيذ وأتى هدف، الهدف السابع لمنتخب الفرات الأوسط 7-4. الآن المحاولة والكرة بحوزة صهيب إلى سجاد، رامي علي، أيوب عادل، تعود مرة أخرى إلى رامي، يبحثون عن تقليص الفارق 7-4. من الجهة البعيدة المحاولة لا تزال، أيوب إلى رامي اللاعب، وخطأ، قرار الحكم أتى بخطأ، والهجوم السريع والمرتد أحمد. يعني الملاحظ إلى الآن أنه منتخب ولاعبي منتخب الفرات الأوسط يعني يلعبون على أخطاء لاعبي المنتخب المنطقة الوسطى من خلال يعني إهدار الفرص والأخطاء المتكررة من اللاعبين، وبالتالي أكثر أو يعني أغلب أهداف منتخب الفرات الأوسط ألف شاهدناه بهجوم مرتد بنقل الكرات بأقل عدد ممكن من اللمسات، يعني أخطاء متكررة واستبعاد لدقيقتين لأحد لاعبي منتخب المنطقة الوسطى ربما، واللاعب حيدر علي بالفعل استبعاد دقيقتين للاعب حيدر علي. يعني كمحايدين يعني ما نحب ان نشاهد استبعاد
وطرد نتمنى يعني أن نشاهد مباراة كاملة العدد في كل ثوانيها ودقائقها. المحاولة الآن لمصلحة فريق المنطقة الوسطى، أيوب، سجاد، مرة أخرى إلى أيوب، يبحثون عن رامي، ورامي لكن الله منتظر يعني استأسد وأنقذ مرمى من أكثر من هدف اللي هو منتظر قاسم. والمحاولة الآن لمنتخب الفرات الأوسط، أكرم، نقلة إلى علي جودي، ومحاولة وهدف مرتضى النقيب، لاعب الارتكاز أتى بهدف تاسع لأول مرة. تصل هذه المباراة إلى فارق الخمسة أهداف بين الفريقين. سجاد، أيوب، مرة أخرى إلى سجاد، شاهد من الجهة البعيدة، شاهد مشاركة جعفر ماجد اللاعب الأحمر رقم 21 بتشكيلة منتخب المنطقة الوسطى، يبحثون عن اختراق هذا الدفاع القوي والخطة التكتيكية. والله حلوة من اللاعب أيوب عادل، 9 مقابل 5. والمحاولة الآن أكرم محمد لمصلحة منتخب الفرات الأوسط، ألف، علي وسام، نقلة إلى أحمد هاشم، مرة أخرى المحاولة، الله 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 على هذا الهدف، هدف جميل يسر الناظرين ويمتع المشاهدين من خلال الشاشة الذهبية، شاشة الرياضية العراقية قناة الوطن. وهذا النقل المباشر لليوم الختامي لبطولة الجمهورية، طبعا بطولة انطلقت يوم 3/5 على مدار تلك الأيام، العديد من المباريات والنتائج، وصلنا إلى اليوم الأخير من هذه البطولة، بطولة الجمهورية لكرة اليد. هنا المحاولة لمنتخب المنطقة الوسطى وهدف، هدف عن طريق أيوب، 10/6، علي وسام، محاولة الآن لمنتخب الفرات الأوسط، ألف، تصل إلى علي، مرة أخرى المحاولة والكرة لم تدخل إلى المرمى، وبالتالي المحاولة والهجوم السريع المرتد، ويبحثون عن هدف، بالفعل أتى الهدف، فارق كبير جدا، 11 لمنتخب الفرات الأوسط، ألف، مقابل 6 لمنتخب المنطقة الوسطى. يعني شاهد اللاعب صهيب رفعت يتكلم مع الحارس سيف، أيوب عادل، رامي، صهيب، أيوب، منتخب المنطقة الوسطى، مرة أخرى إلى أيوب، من الجهة البعيدة إلى سجاد، يحاول الاختراق ويتحصل على خطأ. هنا المحاولة كانت للاعب سجاد رعد، لكن قرار الحكم خطأ، رمية 9 أمتار لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى. سجاد رعد، تدوير الكرة، أيوب، لكن يعود الهجوم مرة أخرى وبهدف، ودعش لمنتخب الفرات الأوسط، ألف، مقابل 7 لمنتخب المنطقة الوسطى. شاهد الحماس والتشجيع من قبل يعني الكادر التدريبي لمنتخب المنطقة الوسطى، وهنا الهدف، لكن
لا وجود لهدف، تستمر النتيجة، تقدم فريق أو منتخب الفرات الأوسط ألف 11-7. صهيب رفعت، تصل إلى رامي سجاد، أيوب عادل إلى رامي، لا تزال المحاولة موجودة لمصلحة فريق المنطقة الوسطى، وبالتالي رمية 9 أمتار لمنتخب المنطقة الوسطى، يبحثون عن الاختراق. هذا رامي هو الحل، وهنا الحل، الله 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 للحارس منتظر قاسم على هذه السواعد التي أنقذت مرمى فريقه من هدف أكيد ومحقق. الآن الهجوم لمصلحة فريق الفرات الأوسط ألف، تدوير الكرة من اليمين إلى اليسار والاختراق من العمق، وهدف، هدف و 12-7 و 6:25 متبقي على انتهاء الشوط الأول. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان، لازلنا وياكم متواصلين بهذا النقل المباشر لليوم الختامي من بطولة الجمهورية لكرة اليد. هنا والإبعاد بالأيادي بالأنامل بالرأس، الحارس منتظر يبعد الكرات وينقذ مرماه من أكثر من هدف. رامي، أيوب عادل، المحاولة وبالتالي خطأ، ورمية 9 أمتار لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى، نزول اللاعب حيدر وهدف، الهدف الثامن لمنتخب المنطقة الوسطى 12-8، فارق 4 أهداف يمكن التعويض بالنسبة لمنتخب الفرات الأوسط ألف، لكن بالتأكيد سيكون هناك كلام آخر للاعبي منتخب المنطقة الوسطى. وهنا المحاولة والاختراق، الله، إنقاذ من قبل سيف لتعود المحاولة الآن، وهجوم سريع، الله، من أين لك هذا يا رامي؟ لأول مرة أشاهد هجوم سريع ويعني هجمة مرتدة. وقت مستقطع الآن، شاهدنا هدف جميل من قبل اللاعب رامي، ولأول مرة يعني هجمة مرتدة من قبل لاعبي فريق المنطقة الوسطى وبالتحديد من اللاعب رامي، أتى بهدف تاسع. مباراة تقام على قاعة نادي الكرخ. بالنسبة لي يعني على مستوى منتخباتنا وأنديتنا التي لديها مشاركات خارجية من خلال تمثيل البلد خير تمثيل ورفع راية الله أكبر في المحافل الدولية، يعني منتخب الشباب لديه مشاركة آسيوية في سلطنة عمان، تصفيات المؤهلة لكأس آسيا، أيضا منتخب الناشئين لديه بطولة آسيا للناشئين التي ستقام في الأردن، لكن يبقى الاهتمام الأكبر للمنتخب الوطني الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية في شهر آب في دولة أندونيسيا. نتمنى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية بكافة فئاتها العمرية في المشاركات والمحافل الخارجية، بانتظار أن نعود إلى أجواء المباراة. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان، لازلنا وياكم متواصلين، وهذا النقل المباشر لليوم الختامي لبطولة الجمهورية لكرة اليد، والنتيجة تفوق منتخب الفرات الأوسط ألف، يعني لابد من ذكر ألف على اعتبار الفرات الأوسط شاركت بمنتخبين ألف وباء،
الآن المحاولة لمصلحة فريق أو منتخب الفرات الأوسط ألف، والمحاولة وهدف، هدف باختراق. والآن النتيجة 13-9، الكرة الآن بحوزة لاعبي فريق المنطقة الوسطى. صهيب، رامي، سجاد، نقلات من قبل لاعبي فريق المنطقة الوسطى، تدوير الكرة، البحث عن الثغرة، نقل الكرة إلى رامي، أبرز لاعبي فريق المنطقة الوسطى، نقلة من اليمين إلى اليسار، لكن الله 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 على هذه الفدائية من حارس مرمى منتخب الفرات الأوسط ألف. لولا يعني مع جل احترامنا وتقديرنا للاعبي فريق الفرات الأوسط ألف، لكن لولا الحارس سيف لا تقلصت النتيجة. أو منتظر، الحارس منتظر، حارس مرمى منتخب الفرات الأوسط، حارس منتظر قاسم، لولا تصديات هذا الحارس لا تقلصت النتيجة. مرة أخرى المحاولة، الآن تغيير التكتيك بالنسبة لمنتخب الفرات الأوسط، الضغط المتقدم، لكن تبقى المحاولة. والهجوم السريع، وشاهد قرار الحكم، طبعاً حكام المباراة الحكم علي صالح وحيدر فلاح حكام ساحة، الحكم مسجل بسام عبد الحمزة، والميقاتي سامر مهدي، ومشرفي المباراة الدكتور فاضل كردي والدكتور قحطان فاضل. المحاولة الآن لمصلحة فريق الفرات الأوسط ألف. المحاولة وتدوير الكرة، البحث عن الثغرة بدفاعات فريق المنطقة الوسطى، لكن لا تزال المحاولة وتدوير الكرة من اليمين إلى اليسار، لكن خطأ وتسعة يعني خطأ تسعة رمية تسعة أمتار لمنتخب الفرات الأوسط ألف. كما ذكرنا منتخب الفرات الأوسط ألف يمثل محافظات كربلاء، النجف، بابل، أما منتخب الفرات الأوسط باء يمثل محافظات الناصرية، الديوانية، السماوة، أما منتخب المنطقة الوسطى فيمثل محافظاتنا العزيزة، أديالة، صلاح الدين، كركوك، والأنبار. فتحية حب واحترام وإجلال وتقدير لكل محافظاتنا، لكل بلدنا، من الشمال إلى الجنوب، إلى الشرق إلى الغرب. نتمنى أن يسود الأمن والأمان على بلدنا، على شعبنا. نترك الدعوات ونعود إلى الواقعيات. مباراة منتخبي الفرات الأوسط ألف والمنطقة الوسطى، تقدم فريق الفرات الأوسط ألف 13-9 في ثواني أخيرة. وهنا المحاولة، الله على هذا التصدي، سيف أنقذ مرمى فريقه من هدف، حارس مرمى المنطقة الوسطى سيف زويد. سجاد، المحاولة لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى، رامي حاول الاختراق، كلما ضاقت الأمور بالنسبة لمنتخب المنطقة الوسطى أتى رامي، لكن أيضا رامي حاول ومنتظر يرد الكرات. مباراة داخل مباراة بين رامي لاعب منتخب المنطقة الوسطى والحارس منتظر قاسم. يعني إلى الآن يعني ربما هي أجمل لقطة في المباراة، هي لقطة التصدي الأكثر من رائع من قبل الحارس منتظر قاسم. رامي، صهيب، نقلة خاطئة، وهجوم سريع ومرتد، وهدف، هدف، هدف بالفعل، لكن وسط الاحتراق والغضب. يعني بالنسبة للحارس سيف يعني اتسم بالهدوء. وعلى ذكر الغضب، هناك مثل يقول من ينهض بالغضب يجلس بالخسارة، وفريق المنطقة منتخب المنطقة الوسطى خسران وتسعة ثواني. وهنا نزول الحارس علي سلام،
بانتظار 107 امتار، يا اما يتسع الفارق او يبقى الفارق على ما هو عليه. وهدف، هدف 14، وهنا المحاولة الأخيرة. الله 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 الله، شاهد يعني إذا كان الهدف احتسب أو لا، يعني بكل الحيادية يعني على هذا الأداء يا رامي احتسب بالفعل الهدف احتسب، وهدف عاشر على طريقة روبن هود. رامي سجل هدف عاشر، وبالتالي ختامها مسك أو ختام شوط أول مسك من خلال هدف رامي. وبالتالي نلتقيكم بعد الاستراحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، ها قد عدنا إليكم من جديد، والشوط الثاني من المباراة الترتيبية لمركز الثالث والرابع ما بين منتخب المنطقة الوسطى ومنتخب الفرات الأوسط ألف. تركنا وشاهدنا وتابعنا شوط أول انتهى بتفوق منتخب الفرات الأوسط ألف ب14 هدف مقابل 10، بانتظار ما سيسفر عنا الشوط الثاني من متعة، من إثارة، من غزارة بالأهداف. وبالنهاية سنهنئ الفائز ونقول هدلك الخاسر، المهم هذه البطولة وهذا هدف أول. لكن أتت صافرة الحكم لتعلن عن رمية 9 أمتار، والمحاولة لا تزال موجودة لمصلحة منتخب الفرات الأوسط، وخطأ الكرة الآن لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى، وبالتحديد عند اللاعب رامي الذي قدم شوط أول، شوط يعني جيد، ساعد زملائه بالكثير من الأهداف. هذا الواضح أمامنا بالصورة، رامي إلى علي قنبر، اللاعب الساعد الأيمن، مرة أخرى المحاولة وتدوير الكرة تصل إلى رامي لاعب الزاوية، والمحاولة لاختراق الدفاع، وهدف، هدف بالعزيمة والإصرار. أتى الهدف لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى، بالتحديد اللاعب الذي يحمل رقم 8 حيدر علي. 14-11 تلعب في ثواني أولى من المباراة. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان، قناة الوطن التي تحاول جاهدة بإيصال الصورة بأبهى حلة إلى المشاهد إلى المتابع، ونقل الأحداث بمختلف ألعابها سواء كانت ألعاب وبطولات ورياضات جماعية أو فردية. هنا الاختراق، الله الله يا سيف، سيف زوير صاحب أيضا تصدي رائع في الشوط الأول، وتستمر المحاولة لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى. تدوير الكرة من اليمين إلى اليسار، تغيير المراكز، رامي، سجاد، المحاولة لا تزال، أيوب عادل، نقل الكرات وتدوير الكرات على أمل إيجاد ثغرة، فمن خلال الثغرة تسجيل هدف مرة أخرى، وتمريرة والمحاولة يبحثون عن نهاية جيدة من هذه المحاولة من خلال تسجيل هدف، وبالفعل أتى الهدف، وبداية قوية ومثيرة، وتقلص الفارق 14 لمنتخب الفرات الأوسط ألف و12 لمنتخب المنطقة الوسطى. هو اليوم الأخير من بطولة الجمهورية لكرة اليد، مباراة أو بطولة بشكل عام تقام على قاعة نادي الكرخ. حسن لاعب الموزع، حسن كوكب، شاهد قرار الحكم، طبعا طاقم تحكيم هذه المباراة
حكم ساحة علي صالح وحيدر فلاح، والمسجل بسام عبد الحمزة، والنقاطي سامر مهدي، ومشرفي المباراة الدكتور فاضل كردي والدكتور قحطان فاضل. هنا المحاولة لمصلحة منتخب الفرات الأوسط، وهدف، هدف حلوة. أحمد هاشم أتى بهدف اتساع الفارق 15-12. المحاولة الآن والكرة بحوزة أيادي وسواعد لاعبي منتخب المنطقة الوسطى. سجاد رعد، تمرير أيوب عادل من الجهة البعيدة، يحاول وقطع الكرة وهجوم سريع ومرتد، هدف، هدف. حركة لعب ولعبة خطرة كانت من اللاعب سجاد رعد، لكن يبقى الأهم من اللعبة والخطأ هي سلامة لاعب منتخب الفرات الأوسط ألف، ربما هو علي وسام. بالفعل اللاعب اللي احمد رقم 15 سعد أيمن. طبعا بالنسبة لعلي وسام والده كان حارس منتخباتنا الوطن، ابن اللاعب وسام فاضل حارس مرمى المنتخب الوطني، ويحاول بمبدأ ومقولة الولد على سر أبيه، لكن علي وسام أضاع رمية سر عمتار. والمحاولة الآن وتستمر النتيجة، تفوق فريق الفرات الأوسط ألف 15-12 لمنتخب المنطقة الوسطى. سجاد رعد لاعب الموزع، الله على هذه الفدائية والاستخلاص وقطع الكرة، لكن تبقى المحاولة جيدة من اللاعب علي وسام. مرة أخرى المحاولة، منتخب المنطقة الوسطى يحاول الاختراق والتسديد، لكن نشاهد قرار الحكم. أيوب فاول 9 أمتار ولعبت الكرة، ونشاهد قرار الحكم أيضا فاول 9 أمتار. محاولة لمصلحة فريق المنطقة الوسطى لتقليص الفارق. سجاد يحاول اخترق تقدم، لكن أتت العرقلة والخطأ من قبل اللاعب أحمد خالد لاعب الارتكاز بتشكيلة منتخب الفرات الأوسط. هنا المحاولة والقطع وتمرير، حاول مع الكرة أحمد خالد، لكن أيوب عادل بالخطأ. كثرت الكرات المقطوعة في الثواني القليلة الماضية. أحمد، الله الله يا أحمد خالد، أيضا أحمد خالد الوالد كان لاعب خالد عدنان لاعب منتخبنا الوطني السابق، هذا الشبل من ذاك الأسد. بالنسبة للاعب أحمد خالد المحاولة لا تزال والاختراق، الله 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 الله، المحاولة كانت تصطد وخروج وجول أو هدف. اختلطت المشاعر ما بين الهدف وإصابة أحد لاعبي فريق المنطقة الوسطى. سلامات، يعني الحكم يطلب دخول المعالج. سلامات، كان تصادم ما بين الحارس سيف واللاعب اللي يحمل رقم 19 أحمد كاظم. استبعاد للحارس سيف، اللقطة اللي شاهدناها قبل قليل، يعني سيف قدم أداء جيد، يترك أرضية الملعب واستبعاد.
ربما هذا أول استبعاد في المباراة، بالفعل أول استبعاد، واستبعاد يعني لحارس مرمى. على العموم نعود إلى جو المباراة أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان. والمحاولة ورامي اختفى لبضعة دقائق وظهر بهدف. ١٧ للفرات الأوسط ألف، و١٣ للمنطقة الوسطى. علي وسام، علي جودي، مرة أخرى المحاولة، لكن هذه المحاولة أتت بهدف. أحمد هاشم، الآن النتيجة ١٨ لمنتخب الفرات الأوسط ألف و١٣ لمنتخب المنطقة الوسطى. والمحاولة من الجهة البعيدة، لكن لا تزال المحاولة لمصلحة فريق منتخب المنطقة الوسطى. شاهد قرار الحكم خطأ تسعة أمتار. المحاولة تزال، أيوب تمريرة، لا تزال الهجمة قائمة لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى. ونشاهد خطأ تسعة أمتار، سجاد رعد. المحاولة الآن، أيوب تمرير وخطأ تاتش. والمحاولة لا تزال، والله على هذا الهجوم السريع والهجمة المرتدة للاعب أكرم محمد. النتيجة لا تزال يعني تفوق فريق منتخب الفرات الأوسط ألف، ١٩ هدف مقابل ١٣، الفارق ٦ أهداف، يعني متبقي وقت طويل جدا. شاهد مدرب منتخب المنطقة الوسطى محمد كاظم يتكلم مع الحكم المسجل بسام عبد الزهرة والميقاتي سامر مهدي، لكن يبقى الأهم أن الفريق متخلف وخسران بالنتيجة بفارق ٦ أهداف. والمحاولة موجودة، يحاول الله على هذا الاختراق، مرور زئبقي من قبل أيوب عادل، أثمر هذا المرور بهدف، وتصبح النتيجة ١٤ لمنتخب المنطقة الوسطى و١٩ لمنتخب الفرات الأوسط ألف. علي وسام، أحمد هاشم إلى علي وسام، الساعد الأيمن، والمحاولة، وشاهد قرار الحكم خطأ تسعة أمتار. والكرة والمحاولة لا تزال بأيادي وسواعد لاعبي منتخب الفرات الأوسط ألف. علي وسام يحاول وهدف، هدف، أداء أكثر من رائع من علي وسام. يعني بالتأكيد الوالد يعني يشاهد المباراة، يعني يعطي النصائح لكي ربما يعني لما لا في المستقبل يصبح من نجوم منتخبنا الوطني. تكلم عن اللاعب علي وسام. المحاولة الآن لمصلحة فريق المنطقة الوسطى، أيوب عادل تصل إلى محمد محمود اللاعب الموزع بتشكيلة منتخب المنطقة الوسطى. وشاهد قرار الحكم ربما خطأ تسعة أمتار بالفعل. أيوب يحاول الاختراق والتصويب، الله الله يا أيوب، هدف أكثر من رائع. أيوب عادل لاعب نادي الكرخ
وهنا المحاولة وهدف جميل من قبل اللاعب أحمد هاشم ساعد الأيسر بتشكيلة فريق منتخب الفرات الأوسط ألف. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان، لازلنا وياكم متواصلين، واليوم الختامي من بطولة الجمهورية، بطولة شارك بها 6 منتخبات يعني ويمثلون مناطق. وهنا المحاولة، لكن قبل المحاولة هناك تاتش، وبالتالي رمية 9 أمتار. يعني بطولة أقيمت بنظام المرحلة الواحدة، هذه هي المباراة مركزين الثالث والرابع، منتخب المنطقة الوسطى ومنتخب الفرات الأوسط ألف. يعني بالنسبة لمنتخب الفرات الأوسط ألف ومشواره في هذه البطولة، سنذكر المشوار بعد هذا المشوار الخارق من اللاعب علي وسام. الله، تصدي أكثر من رائع من كاظم أحمد الحارس الذي حل بديلا عن الحارس المستبعد سيف. قطع الكرة وهجوم سريع، وبالتالي إيقاف في 2 دقيقة، ويعني بالنظام الكروي خطأ تكتيكي، لكن أسفر عن إيقاف للاعب علي صلاح. يعني اللاعب علي جودي سجاد رعد، ورمية 7 أمتار، وبانتظار التنفيذ أكرم، وهدف حلوة من أكرم. طبعا تغيير الفانيلا بالنسبة للاعب سجاد، لكن ذكرنا تغيير الفانيلا واللاعب غادر الملعب ب المحاولة لا تزال، وتقدم فريق منتخب الفرات الأوسط ألف 22-15 في مباراة استمتع بها الجمهور الحاضر في مدرجات قاعة نادي الكرخ، والجمهور العاشق للعبة كرة اليد اللي شاهدنا من خلال الشاشة الذهبية، شاشة الرياضية العراقية قناة الوطن. والمحاولة لا تزال لمصلحة فريق المنطقة الوسطى. محمد محمود، محمد اللاعب الموزع يحاول الاختراق، المحاولة لا تزال. أيوب، يعني شاهدنا في الشوط الثاني كثرة محاولات أيوب للاختراق، لكن أتت التصويبة الرائعة من قبل لاعب صهيب رفعت، أتى بهدف. 16-22، يا من تتابعنا وتشاهدنا، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. هنا نزول لحسن كوكب، مرة أخرى المحاولة علي وسام، تدوير الكرة والمحاولة، يعني على هذه الجملة التكتيكية الرائعة التي أثمرت بهدف اتساع الفارق. المحاولة لا تزال، والكرة بحوزة لاعبي فريق منتخب المنطقة الوسطى. يعني بطولة في يومها الختامي، وحضور يعني المشرفين والممثلين عن الفرق والمنتخبات المشاركة من جميع المحافظات، منتخبات تمثل محافظاتنا العزيزة. وسط ذكر المحافظات العزيزة أتت تصويبة، لكن سلامات، ولا أحد لاعبي فريق منتخب الفرات الأوسط ألف ساقط بأرضية الملعب. يعني نستغل هذا التوقف بذكر مشوار منتخب الفرات الأوسط ألف بهذه البطولة، الفوز على منتخب الفرات الأوسط باء، والخسارة
مع منتخب المنطقة الشمالية، أيضا فاز على منتخب الجنوب وتلقى الخسارة أمام منتخب بغداد. هذا هو مشوار منتخب الفرات الأوسط ألف بهذه البطولة، فبالتالي وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. نترك الإحصائيات والخوارزميات والرياضيات ونعود إلى الواقعيات ومباراة فريقا المنطقة الوسطى والفرات الأوسط والمحاولة وتدوير الكرة يمينا ويسارا على أمل إيجاد الثغرة، وبالتالي يعني بالتأكيد باستمرار مجريات المباراة وباستمرار مضي الدقائق يعني ربما يقل تقل اللياقة ويقل التركيز على لاعبي الفريقين يعني، لكن وقت متبقي يعني وقت طويل جدا يعني 14 دقيقة وقت طويل في قاموس كرة اليد لتعويض النتيجة. هنا المحاولة والتوغل وهدف، هدف حسن كوكب، هدف تقليص الفارق أو تعزيز النتيجة 24-16. رامي المحاولة وانشاد قرار الحاكم ووقت مستقطع لإعطاء التوجيهات من قبل مدربي الفريقين. بالنسبة لدوري كرة اليد هذا الموسم يعني الشرطة حقق لقب هذا الموسم في منافسة كانت قوية وشرسة. في نهاية الأمور اللقب كان من نصيب نادي الشرطة، الجيش تحصل على مركز الوصافة والكرخ تحصل على مركز الثالث، يعني منافسة كانت قوية ما بين هذه الأندية الثلاثة، لكن الشرطة بنهاية الأمر تحصل على اللقب. يعني كما ذكرنا المنتخبات المشاركة لهذه البطولة منتخب بغداد، منتخب الجنوب، منتخب المنطقة الوسطى، ومنتخب الفرات الأوسط ألف، ومنتخب الفرات الأوسط باء، ومنتخب المنطقة الشمالية. كل منتخب يمثل محافظات جزء من محافظاتنا البسيطة الرائعة الجميلة بناسا بأهلها. عراق الخير من شماله لجنوبه وهنا تصويبه من شرقه لغربه، يعني المنطقة منتخب المنطقة الوسطى يمثل محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك، الأنبار. منتخب الجنوب يمثل محافظات العمارة، البصرة، الكوت. منتخب الفرات الأوسط ألف يمثل محافظات كربلاء، النجف، الحلة. وشاهد هنا خطأ بالفعل، قرار أكثر من رائع، لا يحتسب الهدف لكن تبقى الكرة بحوزة لاعبي منتخب الفرات الأوسط. وهنا التصويب وهدف 25 أتى عن طريق اللاعب علي جودي ليتسع الفارق إلى 8 أهداف. رامي، أيوب عادل، سجاد رعد إلى صهيب رفعت. إلى الآن يعني صهيب يعني كان أداءه في الشوط الأول أفضل من الشوط الثاني، ربما عامل اللياقة أثر على هذا اللاعب. وهنا خطأ 9 أمتار والمحاولة لا تزال مستمرة لمصلحة فريق المنطقة الوسطى. أيضا خطأ 9 أمتار. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان، لازلنا وياكم متواصلين. وهذا النقل المباشر لهذه المباراة وهدف 18-25 علي وسام، نقلة إلى حسن كوكب، أحمد هاشم، مرة أخرى حسن، تصل إلى علي جودي،
علي إلى علي وسام مرة أخرى، من علي جودي إلى علي وسام، تصل إلى حسن الاختراق وشاط قرار الحاكم. رمية 9 أمتار، هنا التوغل، لكن الله وسط غفلة لاعبي فريق المنطقة الوسطى، أتى الحارس كاظم وأنقذ الفريق والمرمى وتستمر النتيجة، لكن هنا تغيرت النتيجة بهدف اللاعب أيوب عادل. 19-25، الفارق 6 أهداف، والمتبقي 10 دقائق و50 ثانية، وهنا أيضا وقت مستقطع. على مر الأجيال 6-7، أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية في كل مكان، نعود إليكم من جديد. ومباراة فريقا الفرات الأوسط ألف والمنطقة الوسطى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة الجمهورية، المباراة أول بطولة بشكل عام أقيمت على قاعة نادي الكرخ. المحاولة لا تزال لمصلحة منتخب الفرات الأوسط ألف، 25-19، وشاهد إثارة وندية في هذه الكرة، وبالتالي أتى القرار من صاحب القرار حكم المباراة. مرة أخرى المحاولة لصاحب اللون الأزرق منتخب الفرات الأوسط ألف، وأتى قرار الحكم وخطأ. حسن كوكب حاول، لكن الحارس كاظم كان في الموعد. والمحاولة مرة أخرى، أيوب، سجاد، محمد محمود، نقلات للاختراق، هنا الاختراق موجود، لكن الله يا عيني يا عيني على هذا التصدي، لكن أتى قرار الحكم، ربما رمية 7 أمتار أو خطأ، بالفعل خطأ 7 أمتار. صهيب على التنفيذ، بانتظار التنفيذ، الله على هذا التصدي، تصدي لهذه الكرة وللرمية لتستمر النتيجة، تفوق فريق منتخب الفرات الأوسط ألف 25-19. هنا شاهد قرار الحكم خطأ على اللاعب سجاد، ربما هناك استبعاد لدقيقتين للاعب سجاد، يتكلم مع الحكم المباراة. ونشاهد قرار الحكم، ايضا ربما هناك استبعاد، يعني تحصل على يعني على استبعاد لدقيقتين لثلاث مرات، وبالتالي اتى الاستبعاد من المباراة ربما اللاعب سجاد، يعني انتظر.
احبتي المشاهدين متابعي قناه الرياضيه في كل مكان، لازلنا وياكم متواصلين من قناتكم قناه الوطن قناه الرياضيه العراقيه، وبطوله الجمهوريه المقامه على قاعه نادي الكرخ. تفوق فريق الفرات الاوسط الف ب 25 مقابل 19. هنا المحاولة، وحاول مع الكرة حارس مرمى كاظم، يعني على ذكر الحارس كاظم، يعني الحراس الذين لهم تاريخ على مر العصور والأجيال في لعبة كرة اليد، صبر ياسر، أيضا المرحوم أياد الحجية، وكاظم ناصر، عادل حنا، مصطفى أحمد، صالح حسن، وسام فاضل، محمود صبحي، هؤلاء الحراس الذين مثلوا منتخباتنا الوطنية على مر أبرز الأسماء. أيضا هناك اللاعبين البارزين لكرة اليد، المرحوم كامل مهدي، أيضا رهيف منصور، قتيبة أحمد، باهر زكي، عماد عبود، هيثم عبد الستار، أيضا المرحوم خالد عبد الله، والمرحوم شاسب رحيم. هؤلاء أسماء ونجوم قدموا الكثير لكرة اليد لمنتخباتنا الوطنية. أيضا يعني هذه جزء بسيط من الأسماء، يعني يعذرنا بقية الأسماء والقائمة، يعني المتبقي وقت قصير، أسماء لو ذكرت تحتاج إلى بطولة كاملة لذكر هذه الأسماء التي تلألأت في سماء كرة اليد العراقية على مر الأجيال والأزمان. وهنا المحاولة وهدف، هدف، والنتيجة 27-21 لمصنعة منتخب الفرات الأوسط. لكن بشكل عام مباراة جميلة، مباراة ممتعة، وأن فريق المنطقة الوسطى متخلف بالنتيجة وبفارق يعني وصل إلى 6 أهداف، لكن الفريق قدم أداء جيد، أداء ممتع. وهنا خطأ، تعود الكرة الآن أيوب. أبرز إنجاز لكرة اليد، هنا المحاولة والاختراق، الله 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 الله، هدف، هدف جميل عن طريق اللاعب محمد محمود. والآن النتيجة تقلصت 22-25. هنا المحاولة، المحاولة لا تزال لمصلحة منتخب الفرات الأوسط ألف للاختراق للتقدم للتصويب، لكن خطأ ورمية 9 أمتار. بانتظار أن تلعب الكرة، ودخلنا في وقت حاسم وحرج من المباراة. أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرياضية قناة الوطن، هنا التمرير لكن مقطوع الكرة، هجوم سريع، بالتأكيد هدف، 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 رامي، رامي، يا الله يا رامي، رامي أبرز لاعبي هذه المباراة بشكل عام. 23 المباراة في دقائقها الأخيرة دخلت في خانة الإثارة والندية. هنا الاختراق وخطأ، يعني لا مجال للتعويض، الحارس، وهنا وقت مستقطع، تشجيع وحماس، يعني متبقي 4 دقائق و40 ثانية، ونتيجة يعني بالنسبة للمحايد نتيجة جميلة ممتعة مثيرة، تبقى المنافسة لآخر زفير من المباراة أو آخر ثواني المباراة. نحن بدورنا نترقب، نتابع، نشاهد. في نهاية الأمر مبروك للفائز، هردك للخسران،
بشكل عام كانت بطولة جميلة، بطولة جيدة. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الرائع، كرة اليد في العراق وبطولة الجمهورية. يعني بالتأكيد بانتظار تحقيق النتائج الجيدة لمنتخباتنا بمختلف الفئات هذا الموسم. هنا المحاولة، يحاول الله على هذا الاختراق، علي وسام اخترق تقدم، وبالتالي هذا الاختراق والتقدم أسفر عن هدف. 28-23 المحاولة الآن لمصلحة منتخب المنطقة الوسطى، وهدف رامي. إذا قلص منتخب المنطقة الوسطى الفارق بالتأكيد سيكون عن طريق رامي لاعب المثابر في هذه المباراة. والمحاولة والاختراق، علي جودي خطأ 9 أمتار. يعني عندما وصلت المباراة إلى فارق 8 أهداف و7 أهداف توقعنا أنه خلص، أنه منتخب المنطقة الوسطى وصل إلى مرحلة الانهيار، لكن لا لا لا، أي انهيار، بالعزيمة والإصرار أتى تقليص الفارق. وبالتالي 24-28 لا شيء في قاموس كرة اليد. والوقت المتبقي يعني 3 دقائق و34 ثانية، وهجمة سريعة وأيوب، لا 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 لا، أيوب لو يعيدها 100 مرة هذه الهجمة ما راح يضيعها. انفراد تام ما بينه وبين الحارس، لكن الكرة ذهبت، وتصدي رائع. المحاولة والمباراة وهدف. يعني إذا كان أيوب أضاع الهدف قبل قليل، فأتى الرد من قبل مرتضى النقيب ليسجل هدف اتساع الفارق 29-25. لم يتبقى إلا القليل، بانتظار ما ستسفر عنا اللحظات القادمة. أيوب مرة أخرى، الله على هذه الحركة، لكن الحلو ما يكمل والكمال لله وحده. المحاولة وهذه التمريرة العابرة للقارات، لكن حلوة يا كاظم. يعني يا كاظم فريق خسران، وهنا الله 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 الله، لا 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 لا، مباراة ممتعة، صح متعبة للمعلق لكن ممتعة للمشاهد. يعني هجمة يمين هجمة يسار، للإثارة بقية، للمتعة بقية. وهنا المحاولة تصل للاعب أحمد هاشم، وهنا هدف اتساع الفارق. مرة أخرى المحاولة، يعني إثارة المباراة، يعني نبحث عن بضع ثواني لذكر إنجازات منتخباتنا الوطنية، سواء في المشاركات الإقليمية العربية الخارجية الآسيوية. بانتظار القادم، وهنا القادم أتى هدف على ذكر المشاركات. مركز ثاني في البطولة العربية، موسم 79 في الكويت، مركز أول في بطولة الخليج للمنتخبات، موسم 82 في قطر، أيضا مركز ثاني لبطولة الناشئين البطولة العربية، أيضا مركز ثالث لبطولة المنتخبات التي أقيمت في تونس. طبعا هذه الانجازات على مستوى منتخبات السيدات، ايضا المركز الثالث لبطوله المنتخبات النسويه في تونس. هو مظلم انا مظلم بس انا مظلم والنسوان نلعب في ثواني أخيرة. أيضاً بطولة غرب آسيا، وسط التاريخ، أتى الهدف، الله يا رامي. أيضاً غرب آسيا في موسم 2017 مركز ثالث. هذه الإنجازات على مستوى المنتخب النسوي. أيضاً بالنسبة للرجال، ثاني عرب بطولة العربية للناشئين 89، أيضاً ثاني بطولة تيراما الدولية للشباب 89 في إيطاليا، أيضاً بطولة التضامن الإسلامي
مركز ثالث ايضا بطولة البطولة العربية. سلامات، هناك احد اللاعبين تعرض لاصابة، ربما اللاعب احمد هاشم او هذا احمد خالد، بالفعل احمد خالد لاعب الارتكاز، اللاعب اللي يحمل رقم 24 يعني 5 ثواني. اخذتنا المعلومات والتاريخ والارشيف، لكن يعني 5 ثواني ما نتمنى ان نشاهد هكذا لقطات في هذه المباراة وفي جميع رياضاتنا والعابنا سواء كانت على المستوى الفردي والجماعي. يعني خلونا ننسى هذا الحدث من خلال ذكر انجازات منتخباتنا الوطنية على مستوى الرجال. المركز الثالث في البطولة العربية للمنتخبات عام 77 في المغرب، يعني وسط التاريخ والارشيف لمنتخبات سواء على مستوى الرجال والنساء، بانتظار القادم لمنتخباتنا الوطنية في المشاركات الخارجية. ايضا الانجاز الملفت للنظر في موسم 89 في بطولة تيراما الدولية للشباب، وربما هناك شاهدنا بطاقة حمراء في وجه اللاعب أحمد خالد لاعب الارتكاز. هنا المحاولة، هذه التمريرة، الله 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 الله، شاهد لم يحتسب الهدف. 31-25، ألف مبروك لمنتخب الفرات الأوسط، هردك لمنتخب المنطقة الوسطى.